سعيد ان انا اكون معاكم هنا في البرزنتيشن. طبعا احنا احداث هي المنع اكيد من الموضوع اكيد من الموضوع اكيد من الموضوع من بعض وسبيكرز وسبيكرز من بعض يعني معظم الجلسات يا دوب 2 3 من 7 بس. الفيو اوف ليتريتشر والبرودكشن للستم سيل ابلكيشن ممكن فاكشن كانت موزن انف من الدكتوره عصام ومن الدكتوره جميله فهيخلوني انا الحمد لله رب العالمين انا توقعت كده بعد ما كنت عامل احنا استوعبنا الموضوع كنت عملت ريفيو بعدين استوعبت ان انا اكيد مش هقدر اغطي حاجه مهما كان من اللي هيقولوه فاختصرت الريفيو يمكن في 3 سلايدز ودخلت على الشغل بتاع بعد. احنا في اسم القلب في جامعه القاهره انا بتكلم بنيابه عن الاسم وبنيابه عن الدكتور مجدي عبد الحميد مثلا بيشوف سفر عن الكاير يونيفرسيتي اكسبيرينس في الستم سيل في الميكروبيال انفكشن. وي اول نو ان الكورونا ارت ديزيز از ا بيج بيردن وان تقريبا الموست كومن كوز اوف ديس وورلد وايد هو الكارديوفاسكولار ديزيزز فولد باي كانسرز اند اكسيدنتس وان تقريبا يعني من statistics of American Heart one death every 63 seconds بسبب coronary heart disease في العالم كله يعني كل 33 ثانية في حد بيموت من coronary heart disease فتخيل الوضع شكله ايه مش كده بس احنا death عينين بدون myocardial infarction remodeling يعيشوا بheart failure كل دي حتى in addition in patient burden في يعني economic burden على الكوميونتي وعلى الجوفرنس في السبورت للبيشنتس دي. Many advances حصلت في الميديكال تريتمنت starting بالانتي بليتلتس زمان ثم الستاتين ثم الثرومبوليسيس والبرايمري بي سي اي بس only 30% هم اللي بيجي لهم adequate perfusion وreversible damage الباقي لازم حيحصل له damage at some extent. وبالتالي الابروتش في من ستارتنج من 2002 بدا يتغير في الكونسيبت بتاعه من جاست ميديكال تريتمنت تو ريفرس الريمودلنج او تو بريفنت الريمودلنج بروسيس ان انا بريفنت الريمودلنج ان انا ريبليس السيلز وريفرس الريمودلنج اللي هو سكولد ريكونستيتيوشن اوف ديد مايكارد اكشلي داز مايكارد جينيريتس هو ده سؤال مهم يعني لينا كلنا في الزبرة فيش نوع من الأسماك وفي الريبتايلز الميوكارديوم ديجنريتس لو عملنا كت في الايكس بتاع الهار بعد 120 يوم هيديفلوب كومبليتلي فهو ديفينتلي في اللور انيمالز ديجنريتس لكن في الابر انيمالز ما كانش عندنا وبالتالي هم ما كانش عندنا دوكيومنتيشن كده زبوز ان اول دوغما كانت بتستيت ان البوست ان الهار از بوست ميتوتيك تيرمينال ديفرنشيتد اوردر incapable of regeneration. When it is exposed to stress, it either hypertrophies or die. ده كان based على literature من أوائل القرن الماضي. يعني هم قعدوا يبصوا في السيلز لو إن مع الهايبرتنشن في هايبرتروفي مع في الفيلير بيبقى فيه السيلز يا إما dead يا إما hypertrophied. يمكن في السبعينات لما بدا الايرا بتاعه الدي ان ايه ما لقوش سنسس بيحصل في او البروسيس السبند اللي كنا خدها زمان دي في الثانوي بتحصل فبقى دي الدوغما بتاعه ان هو داز نوت هاويفر الدوغما دي بدات تتغير يمكن اتغيرت من الستينات في النص ترجمه كلمه دوغما ايه دوغما يعني قاعده او نص حاجه كده زي نص الدستوري حاجه يعني معتقد ثابت معتقد ثابت معتقد ثابت لكن في التسعينات قدروا يعملوا حاجه اسمها يحسبوا ميتوتيك اندكس للسيلز النورمال والسيلز الابنورمال وبالتالي بدا يلاقوا ان في فروق بين الاثنين اذا في الميكارديوم بروليفريتس لكن بروليفريت ازاي كانت دي النقطه اللي بعد كده خدوا فيها وقت على ما قدروا يعرفوا ان في ريزيدنت تارجت ستيم سيلز leaving جوه الميوكارديوم ready بتيجي من بتيجي مع البرينيتل وبتريزايد جوه الميوكارديوم وتفضل عايشه فيه ملهاش اكتيفيتي لغايه ما بيجي وقت الحاجه ليها وبتريبليكيت
عشان كده الزبرة فيش ممكن يستنزل عندها عالية جدا أكثر. بالظبط. في 2001 كان أول حد بدأ يشتغل على Animal Experiments في Repair of Myocardial Infarction كان حد اسمه أورليك، كان ألماني، وقدر بيقول إن definitely الأنيمال بعد ما بعمله الراد بعد ما بعمله Myocardial Infarction وبحقن Stem Cells it regenerates. Actually قبل ما يستنوا النتائج الـ الانيمال اكسبيرمنتس نات اكسبان كانوا عملوا هيومن اكسبيرمنتس. بودي شترور اللي كان الدكتور عصام بيتكلم عليه كان اول واحد عمل حكايه في 2002 ونزل المجموعه بتاعته كانت قليله زي ما الدكتور عصام نوه عن الموضوع ده ان العدد كله كان 30 20 و10 بس كان ادى بوزيتيف وبروميسنج ريزلتس خلت العالم كله يشتغل في الستيم سيلز ويشجع. في نقطة أنا أسف نقطة بس مهمة إن في الحاجة ليها علاقة بالدكتور كان بيسأل عليه حكاية الستيم سيلز اللي هي كارديك ستيم سيلز أو الكارديوسفيرز. الفكرة بتاعتها بدأت في 2002 لما نشر في الليترتشر في نيو انجلاند مقالة عن حالات بوست ترانسبلانتيشن رجالة بنزرع لهم فيميل هارتس لقوا ان الفيميل هارت ده المفروض ما فيه اكس اكس كروموسومز بعض السيلز فيها اكس واي كروموسومز. جت منين؟ جت من مايجريشن الستيم سيلز جوه الميلز للهيومن هارت ده. اوكي الجات منين طيب؟ برضو احنا لما بنيجي نعمل هارت ترانسبلانتيشن الاتريا جزء الباك سايد بتاعها بيبقى من الـ من الـ من الجسم نفسه فبيحصل مايجريشن لكارديك ستيم سيلز من هذه الاتريا للنيولي ديفلوبد او النيولي ريبليسد ارتفيشال او ترانسبلانتد هارت. دي كانت اول فكره. هي دي يمكن الصوره بتاعتها مش عارف استعمل. هو ده لما عملوه ستيننج هو ده الواي كروموسومز. بدأوا بعد كده يكملوا الاستاتس بتاعتهم فلقوا ان قدروا يوصلوا للنيشز بتاعت الكارديك ستيم سيلز انسايد ذا مايوكارديوم ويتنج لوقت ما الحوجه تتعمل تطلع يعني. احنا في القصر العيني بدأنا متأخرين طبعا العالم كله بس يعني لحقنا شويه اشتغلنا. التيم وورك مبدئيا مفيش اسم لوحده ده بيشتغل لوحده. احنا كنا معانا كلينيك الباثولوجي دكتور هاله جبر تحديدا اسم الراديولوجي الباسكولار سيرجي ده مع دكتور محمد حسني في شغل تاني والبايوكيمستري ديبارتمنت يعني احنا ما بين الكلينيكال واللاب والبيزك ريسيرش كله لازم يشتغل مع بعض عشان نقدر نطلع حاجه او حتى ما نطلعش حاجه ونسكوف كونسبت معين معتقد. اول شغل عندنا كان عنده دكتور مجدي عبد الحميد مع الدكتوره هاله. دي كان كما لو كان داتا سيلز لثمان حالات تبعهم عملوهم انترا كرونري انجكشن مونو نيوكليار سيلز هورمون نيوكليار سيلز بتخدم البون مارو وتبعهم فور 6 مانس ولقوا ان الاوتكم فيفر. ده شجعنا ان احنا نعمل الريسيرش الدكتوراه اللي انا عملتها بعد كده او كنت يعني الريسيرشر فيها. في شغل ثاني عمله احد الزملاء الدكتور احمد محمود الصحي في انجلترا بدأوا يشوفوا الموبيلايزيشن والبروجينيتورز بعد ميكاردي انفكشن والكولوريشن بتاعها بالريمودلينج والاجكشن فراكشن. كانوا بيأسس ده باللاب دكتوره هاله جبر وده بالام ار اي يشوفوا البوست انفكشن ريمودلينج والاجكشن فراكشن. في شغل تاني اتعمل بعد كده كان برضه دكتور مجدي عبد الحميد رول اوف هما ده شغل يمكن متاخر شويه وكان المفروض يتكلموا عليه النهارده. كانوا بيأسس دي سي على اعتبار ان هو كده هيطلع من البون مارو بالظبط كده. ان انت هو معروف هو الفكره بتاعت دي فكره العلاقه ما بين الانفلاميشن والميكارد انفكشن. اي عيان بيجي له ميكارد انفكشن بنلاقي التوتال اكسبتكم بتاعه عالي يبقى اذا في انفلاماتوري بروسس بتحصل. بعد كده فكرت الايفاك بروسس دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن خلاص سيلز بتبقى ريكروتد وموبيلايزد towards الانجل مايكارديوم عشان تعمله هيلينج. يعني هنا الجسم بيطلع طبيعي
طبيعي ستيم سيلز علشان يروح يصلح بالظبط. بيطلع بيطلع سي دي 34 في صوره الدكتوره قالتها دكتوره جميله بادي نيتف بالظبط. احنا كل اللي بنعمله ان احنا زي ما بنقوي البروسيس اللي ربنا خلقها اصلا للبروسيس. احنا مش بنعمل حاجه ما بنخترعش حاجه. احنا هو ان الله كان عزيزا حكيما, هو ربنا عارف ده. حتى الايه نفسها بتقول ولما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها, مش بس عشان البين اللي كان بيجيلهم زمان, لا ده الريجينريشن. ان الله كان عزيزا حكيما عشان احنا بعد كده نعرف من الحكمه دي ازاي نابلاي ده. ده ممكن يفسر لنا الاستاذ اللي حضرتك قلتها ان الكيب بلاسيبو اول 3 ايام مع ستيم سيل, ان ده معناه ان الجسم اوريدي مطلع ستيم سيل مش تمام. دي كان الشغل ده كان مقصود بيه يشوفوا انهي سيل, هل النسيجة بروجيكتور سيلز احسن ولا الزفامن سيلز احسن في الميكارد ريبير في العينين اللي عندهم توتال تكنولوجي. فبيأسس الليفل بتاع ده والليفل بتاع ده ويشوف الكولاترالز بتحسبها في الاثنين. دي كانت الفاليو بتاعت الاستادي, بس هم كانوا المفروض كانوا يتكلموا عليها النهارده بس للاسف ما عملوش. ده الشغل اللي احنا عملناه, هنتكلم عليه احد كل الريسيرشز دي. Intracranial delivery of autologous bone marrow cells in acute pancreatic infarction with no evidence of early nuclear fusion. نشوف الإفكت على nuclear functions. الحقيقة كان يشرفني الدكتور عبد الزكي, كان هو المشرف الرئيسي ومعه الدكتور خالد سرور والدكتورة هالة جابي طبعا والدكتورة المكرم. احنا فكرتنا ايه؟ احنا قعدنا نفكر ممكن شهرين تقريبا او شهر بعد ما نراجع الليتريتشر نشوف احنا ممكن نعمل ايه مختلف شويه عشان ما نبقاش يعني احنا هنقلد بس يبقى نشوف ايه بيكيور لينا. لقينا ان احنا عندنا في الليتريتشر بره معظم العينين او اولموست كل العينين بيحصل لهم ايرلي ديفينيشن, يعني بيخش ياخد سرومبوليسيس او برايمري بي سي ار وبعد 3 4 ايام العيان ده بيتحضر للستيم سيل انجكشن. احنا للاسف العينين حاسين الحظ دول مش موجودين عندنا. احنا معظم العينين بيجوا متاخرين او بيتشخصوا متاخر وبيبقى عندهم ما خدوش سيبتوكينيز او عامل بريمس ايفر, وبالتالي هو ما فيش ايفيدنس اوف ايرلي ديفينيشن. دي كانت الفكره ان احنا نختار السب سيت اوف بيشنتس دول اللي مش موجودين في الليتريتشر الاجنبي. الحاجه الثانيه ان دول بيجوا متاخرين فبيتحقنوا متاخرين. معظم الليتريتشر كان بيتكلم على انجكشن ما بين 4 ل 7 ايام ما عدا بعضهم ممكن في اول يوم وده اثبت فشله فبقى اتلغى بالظبط كده. فقلنا طيب نشوف احنا العيانين اللي هيتحقنوا متاخر هيستفيدوا زي اللي هيتحقنوا بدري ولا لا, وهل العيانين اللي هل ان انا اعمل ريبرفيوجن الاول وده لوحده وليه فاليو ثم بعد كده اعمل ستيم سيلز, ولا العيان ده كده قلت لك كسبان من الستيم سيل بس لوحدها. دي كانت فكره اختيارنا لمجموعه العيانين بتوعنا هنا. بأسس برايمري اند بوينتس كان جلوبال سيستوليك فانكشنز ودايستوليك فانكشنز و original functions it changes في الليفت انتوكا سيستوليك والدايستوليك فوليومز. احنا عارفين من الليفت قبل كده ان الدايستوليك فوليوم هتزيد لكن السيستوليك فوليومز مش هتزيد, وده اللي هيدي امبروفمنت في الاجكشن فراكشن. ده اللي كان معروف من الستادز قبل كده. وقررنا ان احنا البيشنت بتوعنا بعد كده هنعمل لهم سب جروب ديفيجن لامبيرد فنتركل او مودريت سيفيرلي امبيرد فنتركل و نورمال او مايند امبيرد, ونشوف مين فيهم هيستفيد اكتر من الثاني. السيفت ان بوينتس بتاعتنا كانت انجيوغرافيك ستينوزس, لان كان معروف في الايرلي ليتريتشر ان الستينوزس ريت بيبقى عالي. ميجور كارديوفاسكولار ايفنتس سواء ام اي او انجينا او هارت فيلير او كده, وسيريس متيكولار اريثميا. احنا بنختار العينين الاليجبل ده, بس حواليكم تشارت للشغل بتاعنا baseline evaluation. بنقسمهم لمجموعتين, مجموعه مع الدي سي اي تاخد بون مارو سيلز ومجموعه مش هتعمل دي سي اي اونلي. والحقيقه من راح نتعلم بعد كده من اخطاء ان احنا ما عملناش randomization. احنا عرضنا على العيان الاوبشن هو اللي اختار, اللي كان عنده جرأه عمل اللي ما كانش عنده جرأه ما عملش. فهو كان نوع من randomization, يعني ما هوش statistically correct randomization. وبنتابعهم 24 hour post procedure 6 months intervention اللي هو الاستنت. الاستنت بنحط الاستنت يعني هل ياخد استنت بس ولا استنت ويحقن بوم مارو سيلز معانا حسب موافقه العيان.
و3 يوفر. الحاجه الثانيه المهمه برضو في شغلنا ان في الوقت اللي احنا بدانا نشتغل فيه ما كانش فيه لونج تيرم فولو اب. فاحنا قلنا طيب احنا هنافق صحيح هو جه على حسابنا يعني بس مش مشكله ان احنا قعدنا فتره طويله في الشغل بتاعنا. بالنسبه للانكلوجن كرايتيريا عيان يكون جاله اكيوت انتيريور انفاركشن ونورمال ساينس وما حصلوش ريبرفيوجن يعني ما خدش ستريبتوكينيز او ثرومبوليسيس وما عملش برايمري بي سي ار وجايين لنا ليه؟ وما يكونش ميكانيكال انستيبل ما يكونش عنده ميكانيكال كومبليكيشن ما يكونش اترافيبليشن ما يكونش عنده ثرومبس مجموعه من الجنرال ديزيز اللي هي دايما في الاكسجين كراتيريا في اي حد بيحقن بون مارو سيلز في اي ديزيز. العلوم دي ايفالويشن اول حاجه طبعا الكونسنت هيستوري كلينيكال اكزامينيشن اي سي جي اللابس بتاعتنا الايكو وبنصور العيان بالقسطره الكورونريز والفنتركل وبعد كده بنعمل البروسيدور بتاعنا. المجموعه اللي هتبقى في الاكتف جروب اللي احنا هنسميه بعد كده جروب 1 بناخد منهم بون مارو سيلز بنفصلها بتكنيك اسمه فايكول باك دنسيتي انا ما اعرفوش الحقيقه الدكتوره هلا جابري اللي كانت بتعمله لنا وبتبات عندها العينه على كلشر وتبقى تاني يوم سيباريتد ويجيبها لنا نحقنها في العيان انترا كرونري حاجه اسمها ستوب فلو بعد اسبوعين؟ لا تاني يوم لا بعد اسبوعين هو العيان جاي متاخر اصلا يعني احنا مش بنستنى عندي اسبوعين احنا العيان جاي متاخر عندي اسبوعين بناخد بس هو كتب اسبوعين وطالع لغايه 4 اسابيع لان بعد 4 اسابيع هو سكار خلاص مش هيستفيد. بتعملها في الليفت ولا في الرايت؟ بنحقنها احنا العجين بتوعنا كان انتيري مفاشل احنا هو في الكورونا اللي فيه المشكله بنحقن بس احنا كنا واخدين انتيري وسندنج هو ده الارتري اللي يجي فيه ديزيز بانفكشن نعمله باعتبار ان ده بيمثل تقريبا 5 اوفر 7 من كورونا سبليشن واحد فده الواحد بيوقع البنت. 24 اور بوست بروسيدر ايفالويشن كلينيكال طبعا مهم و 24 اور مونيتورنج عشان الاريزمي والكارديك ماركرز نشوفها هتعلى مش هتعلى في انجري حصل من الستيم سيل ولا لا. ال 6 مانس و 3 يير بيبقى كلينيكال ايفالويشن وايكو وفي النهايه بنعمل كارديك كريستاليزيشن للبيشنتس. البيشنت ديموغرافيكس بتاعتنا كطبيعه كل المرضى المصريين دي حاجه بنلاحظها في الكورونا عكس بره ان الميديان ايج صغير يعني 47 سنه في جروب 1 و43 ده ماشي مع الايدج المصري اللي هو بيبقى صغير لكن اذروايز ما كانش في سيجنيفيكانت ديفرنسز في الريسك فاكتورز بين التو جروبس بس يمكن طبعا السموكينج كان عالي معظم العيالنا كانوا ميلز. بالنسبه للستيم سيل ديليفري انا بس انا الارقام دي ارقام ماشيه مع العالم كله اللي هو الفايبيليتي والبرسنتج اوف سي دي 34 و 133 بس احنا السيل كاونت بتاعنا كان قليل يعني احنا خدنا الفوليوم زي بره 60 سم نمبر اوف سيلز لكن النمبر اوف سيلز كان قليل ودي كانت حاجه ملحوظه وحاولنا ندور لها على تفسير بعد كده. احنا بوستيوليت التفسير دي يعني ان بره بيعملوا هو انا للاسف يعني شلت السلايد ده من هنا لو احنا تابعنا الريكروتمنت لغايه تنزل للو ليفل عند 14 يوم وتبقى اولموست مش موجوده بعد شهر وبالتالي احنا كنا بنشتغل في التايم اللي المنطقي فيه ان السيلز دي قليل ده بوستيوليشن من عندنا لكن ما احناش متاكدين من ايه لكن دي كانت النقطه الملحوظه في الاستاد بتاعنا ان الاماونت اوف سيلز كان بالنسبه للايفنتس ريليتد للبون مارو ديليفري ما كانش في ايفنتس ستاتستيكال سيجنيفيكانت يمكن حصل ديستال امبولايزيشن ثرومبا صغيره بس دي كانت بسبب السكشن بسبب حاجه في شغلنا احنا مش في الستيم سيلز نفسها ما حصلش فنتركولار اريزميا سي كي ام بي اليفيشن عالي في حالتين في حاله ديستال امبولايزيشن اللي هي بسبب السكشن والحاله الثانيه اللي دخل بتيمي 3 فلو وخرج بتيمي 2 فلو بس ده كان ستيل نان سيجنيفيكانت يعني وبالتالي ما كانش يخلينا نقرر ان البروسيدور نفسه في شغله ريسكي 17 ونص وبالتالي ما كانش ستيل سيجنيفيكانت. الفولو اب ديوريشن بتاعتنا كانت 43 اسبوع في الاكتف جروب وحاجه و50 يعني تقريبا متوسط اربع سنين تقريبا متابعه. سنه
لا قصدي انا اسف شهر مانس شهر انا اسف شهر أيوة. لا شهر مانس انا اسف سنه يعني 52 اسبوع 52 اسبوع 52 شهر 52 شهر لا شهر 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 احنا تابعنا يعني تقريبا متوسط 4 سنين الا و4 سنين واحد يعني احنا حصل عندنا في الجروب الاكتف 1 كيس اوف اي اف ودي مش ريليتد للبروسيدر 1 كيس اوف ديث سببها هارت فيلير ما كانش ريليتد للبروسيدر لانه حصل مش بعد البروسيدر حصل بعديها بفتره وكان اوريدي العيان في هارت فيلير واحنا حسناه ورجع باول ستيج في الجروب 2 اللي ما خدوش ستيم سيلز 1 كيس اوف ديث سببها في تي يعني لو كانت حصلت في الناحيه الثانيه كنا افتكرنا انها من الستيم سيلز انجكشن وده كان ستيكل نان سيجنيفيكانت يبقى الميس بوست بوست ايه 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 علشان اقول اهي الاستاتستيك الشورت تيرم ده كان على 6 مانس هنبص للازرق هنلاقي واحد بره لكن كان في تنويعه ما هيش ما لهاش اهميه كبيره في الايفنتس اللي هتحصل في الاكتف جروب بعضها كان ده جاله اي اف تاني دخل كان في هارت فيلير وتحسن وخرج تاني منه انستيبل انجينا وريفاسكولاريزيشن والناحيه الثانيه انستيبل انجينا وريفاسكولاريزيشن يمكن بس عندي كومنت هنا في العينين احنا شفناها ان انستيبل انجينا وريفاسكولاريزيشن في العينين اللي في الاكتف جروب لما صورناهم كانت الاستنس تتميز بانها ديفيوزلي ستيروس مش فوق بطريقه